بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. حبايبي أهلا وسهلا بيكم. طلباتكم أوامر. الطلب كتير جدا. الفستان ده كنت منزلة الصورة بتاعته على الصفحة، فلقيت عليه إقبال وعدد مش بطال عايزين يعرفوا الموديل ده بيتعمل إزاي. هو سهل وبسيط جدا. طيب نسمي الله ونشوف هنعمل إيه. طيب حبايبي، لايكاتكم بقى، محبتكم، دعواتكم في الايام المفترجه الجميله دي، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، اللهم امين. بصوا حبايبي، تجيبي انت الفستان ده ياخد منك مترين الا ربع قماش، ومحتاجه قطعه، لو عندك قطعه تعملي بيها الجزء الابيض يكون افضل، ما عندكيش هاتي ربع متر وما بيخسرش. بتحطي بقى هي قصة من عند الكتف بدوران على الصدر، بتحطي دانتيل عليها، بتجيبي ممكن اورجانزا، شريط اورجانزا وفوقيه الدانتيل، يدي معاكي يعني شكل كمان جمالي احسن. طيب احنا هننفذ ان شاء الله لعشر سنوات. بتعملي كده، بصي احنا هنرسم البطرون بتاعنا عادي جدا، وهقولك بس نخلي الموديل قدامنا، وده نص كلوش، وهقولك هننفذ النص الكلوش ده ازاي بدون ما ياخد منك قماش كتير. يا دوبك هو الجيب بتاعنا طولها 43، هي تاخد منك نص متر، والجزء بتاع الكم والكورساج هياخد منك متر، يعني متر ونص، زودي ربع متر مش اشكال، بس خليكي في السليم يعني خلاص. وبتجيبي بقى ربع متر زياده لو ما عندكيش قطعه قماش من الابيض، هتيجي كده هنعمل ادي البطرون اهو، هتاخدي الطول كله. احنا عندنا في الاطفال بنشتغل دايما على طول الظهر، احنا عندنا طول الظهر 34، وراجع المقاسات دي حبيبتي 34 و43 و77. اذا الطول بتاع الباترون اهو هتاخديه 77. خدي بقى خط الاكتاف كده خلاص. هتيجي بقى تعملي الدكولتيه بتاع دوران الرقبه، ودوت يا حبيبتي بتيجي هناخد محيط الصدر عندنا 70، هتاخدي كده هتقولي 70 على 2 4 مرات، 35 17.5 على 2 8 75 على 2 4 3 قولي 4.5، يبقى الدكولتيه بتاعك 4.5. ده مقاس 10 سنوات يا حبايبي. هتيجي برضو تنزلي بالاربعة ونص بالشكل ده، يبقى انت هنا دخلت عرض الرقبة 4.5، نزلت بعمق الرقبة 4.5. هتيجي بعد كده هناخد عرض الاكتاف، احنا عندنا الكتف كتف 11 سنتي، وتراجعي المقاسات، هتروحي خدتي ال 11، هتنزلي بقى بالخط، وده خط الباط. انا شرح الحاجات دي في الباترون الاساسي، هحطهولك في صندوق الوصف. بصي حبيبتي، هتيجي تعملي كده عشان تحددي الخط الباط ده قد ايه بطريقه سهله وبسيطه. طيب احنا عندنا محيط الصدر 70، طبعا عشان ده دريس بتاع طفله، بتضيفي 8 سنتي على الدورانات عشان يدي براح للطفلة، يعني 78. هنقول 78 على 2 3 9 على 2 فيها 1 19 على 2 فيها 19.5 على 2 فيها 9 75 على 2 فيها 4 17 13 على 2 فيها 8، قولي 5 مش اشكال خلاص. يبقى اذا
هتاخدي الناتج الأخير اللي هو 9.75 وهتاخدي 5، يبقى 9.5 14. بتقلي في حاجة غلط، لا مظبوط، الحسابات لازم تبقى دقيقة يا حبايبي. هنقول طيب، يبقى احنا قلنا هناخد، ماشي معلش اعذروني كتر الحسابات خلت دماغي بصراحة. بصي يا حبيبتي، احنا قلنا هناخد 9 اهي، الناتج الاخير فين هو؟ 9.75، وهناخد 5 وهتضعف تاني 5 دي، يعني 5 دي هتاخديها مرتين، هتبقى 10 و9 هتبقى 19، يعني دي تضربيها في 2، هتطرحي منهم 2. ده موجود في الباترون الاساسي، التفصيلة دي ارجع للباترون الاساسي هتفهمي احنا ليه طرحنا 2 وليه احنا ضربنا 5 في 2. هتبقى هنا 17، يبقى اذا الخط البط بتاعنا كله 17.75. هنيجي بقى الميل الكتف، انزلي 3 سنتي ميل الكتف، هتعملي كده. دي طريقة سهلة تطلع البط معاكي مظبوطة، ما فيهوش اي مشكلة. طيب هنيجي ناخد بقى الربع بتاع الصدر، هنعمل كده. الربع بقى عندنا احنا قلنا 78، هنقول 78 على 4، 78 على 4 في الواحد، فالواحد بقى 3، 8 فيها 19.5. اذا عندنا هنا 19.5 الخط بتاع الصدر. طيب احنا عندنا طول الوسط كام؟ اللي هو الطول بتاع الظهر قلنا 34 او 33 حسب قامة الطفلة. تروحي عاملة كده. هنروح ناخد بقى برضو ربع محيط الوسط. احنا عندنا الوسط 66، هنضيف عليهم 8. اشتغل بلون مخالف. هنقول 66 هنضيف عليهم 8. 8 ده الاضافة اللي احنا بنضيفها على المقاسات بتاعت الطفلة، ما ينفعش نشتغل على نفس المقاس بالظبط يطلع معاكي ضيق جدا، ده يدي براح حتى في اللبس، في اللبس للطفلة. هنقول 14 74، هتقسميهم على 4 عشان هناخد الربع، 34 18.5. اذا عندنا هنا الوسط 18.5. هنروح عاملين كده بالشكل ده. خلاص انزلي بقى، احنا عندنا طول الجيب 43. بصي بقى انا بديكي طريقة سهلة وبسيطة ويطلع معاكي اللبس مظبوط. هتروحي نازلة بخط وهمي. يعني ايه خط وهمي؟ ده ما بيتقصش. هنعمل كده عشان انا هقولك تعملي الجيب نص كلوش بدون ما ايه تاخدي قماش كتير. اخرجي كده 6 سنتي، يعني احنا الخطوط الوهمية اهي، خرجنا هنا 6 سنتي، هتروحي عاملة كده. هنطلع كده بقى عشان تحددي الجيرو 5 سنتي، ادخلي كده 1 سنتي، اعملي الحردة بالشكل ده. هو كده الباترون عملناه. نبتدي بقى نرسم القصة بتاعتنا. ادي القصة اهي، بتقول لنا ايه؟ ان احنا في عندنا من نص الخط الكتف دي واحدة، بنقسم خط الكتف 2 وبناخد القصة. تراجعي تاني وتشوفي بالظبط كده زي ما احنا ماشيين. خلاص هتيجي بقى تروحي واخداها دوران، هتنزل تطلعي. بصي ادي خط الوسط اهو، تبصي بقى
هي الموديل بتاعنا لأ ده معدي الخط بتاع الصدر ونازل الجزء اللي بين الوسط والصدر، يعني هنا اهو، يعني دول بتقسميهم اتنين كده وبتروحي عاملة نقطة. ندور بقى الموضوع، لو عندك المسطرة اشتغلي بالمسطرة تظبطي معاكي القصة المدورة دي عشان بس تطلع معاكي مظبوطة. دي مسطرة بتاعت ابنك او بنتك في البيت، خديها اشتغلي بيها عشان تظبطي القصة بتاعتك. خلاص ده كده اتعمل معانا البطرون. هنقص بقى ونشوف. طب قبل ما نقص هتيجي هنا، بصي في الجوب بتاع الفستان هنا هتروحي مقسمه الوسط كده اتنين، هنروح بقى عاملين كده عشان نعمله نص كلوش. نشوف برضو الموديل، لازم تقري الموديل وتفصصيه معاكي. طيب الموديل بتاعنا وفي كشكشة بسيطة على الوسط، نبقى نسيب حسابها معانا. خلاص هنيجي نقص بقى. طبعا قبل ما نقص هنظبط التوسيع، ده بيديكي زيادة في الطول، يعني هنا 43 يبقى ده لازم 43، هي يعني هيفيد منك بتاع 1 سنتي، 1.25 حسب بقى. بصي وتروحي هنقص بقى كل دي تفاصيل خلي بالك منها. ادي البطرون بتاعك اهو بتاع الجيب. هنيجي بقى الجزء الفوقاني، ويا حبايبي على الصفحه هتلاقوا البطرون بتاع الكم، بس عشان خاطر الفيديو مننا ما يطولش، بس ممكن اعمله لك بسرعه برضو، المشكله ان انا شغاله بالباقه، النت عندنا عطلان بعتذر يعني. ادي القصة بتاعتنا اهي بالشكل ده البطرون بتاعك. هتيجي بقى هنا، بصي بقى انا هعمل ايه. طبعا الجيب خلف زي الامام، بس خلي بالك ما تخلصهاش خالص، انا مش عايزاها تخلص كده. اداكي بصي نص كلوشة اهو، ادي البطرون بتاعك بيبقى بالشكل ده. نص كلوش القصة بتاعتنا. طيب هتيجي بقى بصي المرد هنا، المرد خارجي. يعني ايه خارجي؟ يعني ما مقلوب، عامل زي الكولونه المقلوبه. ودوت انت ممكن قدامك حاجتين، يا اما تعملي المرد عراوي وزراير، يا اما بتركبي قطعه من اللون بتاع الفستان وتحطي عليه الزرار وتعملي سوسته من ورا. هتعملي بقى مرد، طبعا بتروحي جايبه 2 سنتي و2، يعني بترسمي المرد اهو. ادي بتجيبي المرد بقى، بتقيسي بقى الطول هنا، بصي بتقيسي الطول ده، بتعملي منه المرد اللي هو قطعتين. ادي اهو هنعمل كده. هنا بقى بتجيبي اللون المخالف، المرد 2 سنتي و2 سنتي بطانة، 1 سنتي تشطيب،
يعني 2 و2 4 و1 5 سنتي. بتجيبي القطعة 5 سنتي، بتعملي قطعتين عشان واحدة فيها العراوي وواحدة فيها الزراير، وبتحطي فازلين. ودوت طبعا الخلف طبعا نفس البطرون ده، قبل ما تقصيه تعملي كده وتروحي بس معدلة حردة الرقبة الخلفية 2 سنتي، بتنزلي او 1.5 على خط نص الخلف. طيب اوريها لكم عشان حبايبي المبتدئين. بصي ادي البطرون اهو، هو هو زي، بصي بدون القصه لاي حاجه، ادي الخط اهو، انزلي كده 1.5 وهتروحي بقى رسمه بقيه البطرون وقصها. بس انا حبيت اوضح لك الجزئيه دي. انت هنا دوت هتحطي القماش متني اهو، ادي القماش متني خلاص، سيبي 6 سنتي عشان خاطر انت هتعملي كشكشه، وهتروحي يعني انت هتحطي البطرون بتاعك اهو، هتسيبي 6 سنتي من على القماش من هنا، وده بتدخليه كشكشه، بتبقى معاكي الجيبه خلف وامام زي بعض بالظبط. هنيجي بقى نرسم الكم، نشوف في حاجه تاني. طبعا بتركبي بقى الدانتيل بتاعك على القصه، وبتعملي بابيون او فيونكه زي دي كده بشرايط الستان. طيب هو الكم عندنا في كشكشه من راس الكم ومن الاسور. هتيجي هنقول احنا عندنا عرض الكم محيط الذراع هنا كام؟ 23، محيط الذراع 23، ضيفي عليهم 8 سنتي يبقى 31. هتيجي كده حبيبتي تعملي 31 بالشكل ده خلاص. هننصب بقى، هنرتفع احنا قلنا هنا ده 31، هنرتفع برأس الكم. انت بتاخدي لأي يعني مقاس الأطفال، بتاخدي محيط الذراع تقسميه على 3 وتطرحي منهم واحد، يعني هنقول 30 على 3 يعني فيها 10.3 ناقص 1 يبقى 9.3، ترتفعي بالتسعة وثلاثة من عشرة كده. تنزلي بقى بالطول بتاع الكم، احنا عندنا طول الكم 48، ده مقاس 10 سنوات، ادي 48 بالشكل ده، سهلة بسيطة جدا، بس امشي بالخطوات تطلعي الحاجة معاكي مظبوطة. هتقسميه ترفعي كده 1 سنتي هنا برضو 1 سنتي، انزلي 1 سنتي، انزلي 75/100 بالشكل ده. هنا الاسورة عندنا 15، ريحي 2 سنتي يبقوا 17، طيب نبص تاني بيقول ايه. في كشكشة بسيطة من على الاسورة، يعني ممكن تزودي كمان 1 سنتي و1 سنتي مفيش مشكلة اهو، وهتروحي عاملة كده. عشان ده تركبي استك وتركبي عليه الدانتيل. هنيجي بقى تقصي، وهقول لك بقى عشان ايه الغلطة اللي بيقعوا كتير فيها، عشان في كشكشة يقول لك نرتفع ونقص، لا نرتفع 2 سنتي. بصي ارتفع 2-3 سنتي كده، وهقول لك هنعمل ايه. ارتفعي كده 2-3 سنتي عشان بس يدي معاكي راحة، 3-4 سنتي مش اشكال. احنا كده كده هناخدها توسيع.
ودي الطريقة الصح للكم يا حبايبي اللي أنا بعملها. لما تيجي تعملي كشكشة في راس الكم، هو دي الطريقة المظبوطة. تاخدي بقى من عند راس الكم كده عشان يدي معاكي راحة لمحيط الذراع، ما يبقاش الحتة دي ضيقة عندك. بس ايه، ما تخلصهاش. بصي هتحطي تاني على ورقة او على القماش على طول، واعملي توسيع من 4 إلى 6 سنتي حسب الكشكشة اللي انت عايزاها. ودي الطريقة الصح لعمل كشكشة على راس الكم. ومن تحت بتركبي الاستك والتنديل. وده كان الموديل بتاعنا. ان شاء الله نكمل بقية البطرونات. تابعوني على الصفحة، منزلة بطرونات مرسومة ان شاء الله تستفيدوا منها، لموديلات برضو للعيد وزي محجبات. وان شاء الله هوفي بقية طلباتكم. قولوا امين. ماشي، دعواتكم يا حبايبي، والقاكم على خير. ما تنسوناش اللايكات. السلام عليكم.